حصتنا مع الممثل أكيد صلاح صبح المعروف به شكري شكر الله، مين ما بيعرفه خاصة جيلنا يمكن أكتر شيء هيك ربينا على هالمدرسة الحلوة. صباح الخير شكري أم صلاح، شو بتحب نعيط لك؟ يلي بدك يا حبيبي عليكم. اهلا وسهلا فيك. هلا هلا صرنا نحن واحد اسمه شكري، ما بعيطوا لي الا شكري. شكري صباحكم وصباحك وصباحكم حلو. تحيه لاول شيء للاو تي في، وانا بتشكركم كثير لاهتمامكم مش بالزمن الجميل رجعتيني بالاغنيه هيدي، مش للبنان الجميل، هي سميتها مش للزمن الجميل، هي للبنان الجميل. صحيح. لبنان الجميل، لبنان الجميل، وسيعود بوجودكم بوجود الناس الطيبه المخلصين لهذا الوطن ان شاء الله. ان شاء الله. تحيتنا لمدينه طرابلس وكل اهل طرابلس مع هذا الصباح. انت ابن طرابلس، نحن بنحب كثير هالمدينه يلي بنعرف معاناتها اليوم مثل كل المدن اللبنانيه، ثاني عاصمه بلبنان يلي كل الناس بتتوجه صوبها لجمال اهلها وطيبه قلبهم وطبعا حسن الضيافه والتنوع الموجود صحيح. فيها استاذ شكري، اليوم بهالنهار بدنا نتذكر نحن وياك البدايات، كان قصدك او كنت عارف انك رح توصل لهون؟ اذا بقول لك كنت بالحقيقه انا بقرا كثير، بقرا سياسه وبقرا اجتماعيات. متوقع، نعم متوقع. توقعت من الاول انك توصل لهون؟ توقعت من سنة الألفين، داخل سنة الألفين كنت بأمريكا أنا. نعم. وكنت قاعد مع مجموعة طيبين وكلهم مثقفين لبنانية وكبار بالعمر. قلت لهم مسكت الخمسين ألف، قلت لهم هذا، كنت أنا وأسعد وفهمان الله يرحمه. نعم. قلت لهم إن شاء الله يستقر الدولار على الخمسين ألف. لك يا شكري والله العظيم، بقول لك شكري ضحكتنا نحن وصغار، ما تضحك علينا نحن وكبار. اتصلوا فيني من سنه من ميشيغان. نعم. قالوا لي اللي قلته اسمع لها هون. هيدا توقعته للبنان، بس توقعت لحالك هالنجاح وانك تصير معروف باسم شكري وين ما كان بلبنان؟ ليكي انا ما عندي غرور. ليكي في شغله وحده. الالقاب تزول ويبقى الانسان. نعم. انا ما بيهمني اللقب، انا بيهمني الوطن، بيهمني وجودي كإنسان، محبتي لبلدي، لوطني الأرض، وطني حلو. لبنان حلو. طرابلس مظلومة 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 لأنه ما عنده مين يمثلها مع الأسف يعني. 100% 100%. مع أنه رئيس حكومتنا من عندكم يعني. لك الله يكون بيعاونه منه، الله يكون بعون الرئيس نجيب ميقاتي منه، عارف كيف انفضيني انا بقول وهلا بده يسمعني، منه عارف حاله بده يخلص ويتم شيء ما بقى يرجع. لانه هالانسان هذا اللي بيحكوا عليه هذا انسان كريم وعنده عطاء، ولكن بتعرفي انت طبعا الوضع تغير كل شيء 100%. استاذ صلاح، اليوم بين اللي بتظهر فيه على التلفزيون وبين الواقع والحقيقه بيتغير الوجه عند الناس، عم بيضل يعرفوك؟ اذا بقول لك شيء انا بفتخر فيه بالنسبه لفرقه ابو سليم ككل. عم نشوف بعض المشاهد الله. صور يعني من مع ابو سليم زياراتكم، اخر صوره مع الجنرال. والله يطول عمره لهالعملاق صلاح كيزاني ابو سليم. اكيد تحياتنا له. اكيد اكيد يعني ما في مجال. يعني جام ابو سليم يعني شو بدي اقول لك؟ يعني شيء ببكي لما بتذكر الماضي، ماضي لبنان، لما كان ماضي، لما بيجي واحد من خارج لبنان باي دوله بيقولوا له وين رايح؟ بيقول له رايح على سويسرا. بيقول له شو سويسرا؟ بيقول له لبنان. نعم. هيدا الشيء اللي بحب بقلبي انا. نعم. اليوم عم بينعاد لكم مسلسل لابو سليم والفرقه، عم تحضروا؟ ايه اكيد، بس اللي عجبني هلا اكثر شيء الجيل يعني اللي حاضرنا بالقديم. نعم. عرفنا، بس اللي هلا انا بفتخر فيه اللي عم يحضرونا هلا وعلى اليوتيوب اكثر شيء. ايه
هن شباب جامعيين وشابات، وانا بفتخر بهالشباب، هدول شبابنا وهدول مستقبلنا. نعم هودي مستقبلنا، هن المثقفين الثقافي. لبنان بلد الثقافي، بلد التنوع بالثقافات والسياسات. نعم والطوائف يعني بعده هالنوع من الفن اللي بتقدموه بيستهوي كل الاجيال حتى الجيل الجديد. صحيح، لانه يعني الله يرحم ابو ملحم، كان ما بدنا ننسى ابو ملحم كمان. صحيح ابو سليم. قد ايه اليوم الناس بحاجه الى هالبساطه والعفويه بالاداء وبالتمثيل؟ قديش نحن بعاد عنها اليوم؟ لك يا شوف حاعطيك شغله بصراحه. نعم. الناس تعبت من المشاهد تبع المسلسلات هيدي، قتل وضرب. صحيح وخيانه. يعني في شيء، بس في شغله وحده، شوهوا صورة المرأة. عملوها مجرمة قاتلة، يعني حلت محل الرجال الشريرين، صارت المرأة شريرة. يعني من لغوا الأمومة، من لغوها من المجتمع. يعني هذا شيء من ناحية السيكولوجية غلط غلط. هذا بيأثر بنفس الإنسان. اليوم يعني المرأة هي الحياة، هي الأم، هي الحياة. لغوة من المجتمع، صارت مجرمة تقتل. المواضيع يعني بعيدة عن واقعنا حتى، وعن قصص بتلامس يومياتنا. شكرا لها شخصية جسدت الرجل البخيل. ايه؟ قديش صار مضرب مثل بيقولوا شو بيك مثل شكري. والله بصراحة حتى بيتصلوا فينا من بعض الدول العربية بيقولوا لي صار يلي عنا بخيل معيط له شكري، البخيلة الشكرية. فعلا شكري البخيلة. وبعدين في شغلة بالمسلسلات، يعني حتى المسلسلات الناس تعبت من هالمشاهد. صحيح. يعني نورمال، يعني عفوا انه بتطلع الممثلات صارت تلبس نورمال مثل اي فتاة بالشارع، اي مرة بالشارع. نعم. بالنسبة ل لباسه يعني صار نورمال، يعني عادي عادي في عادي في موبايل. استاذ شكري، شو بتتذكر هيك حادثه مع المواطن او مع مشاهد؟ انا سوري بس بدي اقطعك، هيدي من الستينات الصوره اللي عم نشوفها هلا على الهوا من اكيد فرقه، واللي بعدها انت وفهمان بالفريق الفوتبول وابو سليم. هيدي اول ما عندي كهرباء بتعرفي نحن بالبلد. ايه كل شيء مقطوع. الصورة القديمة اللي حامل فيها الطابق، أنت ومين؟ ما بعرف. طيب ساعة عنا. طيب شو اللي بتتذكره هيك حادثة ما بتروح عن بالك مع أحد الأشخاص بالطريق بمطرح معين وما بتنساها؟ والله أنا ماشي بالطريق مرة أبو سليم هذا بيشوفني واحد بيقول لي شكري؟ قال له نعم. قال لي هسه ما متت؟ قلت له لا بكون موتونا. لا الله يطول بعمره. بعد طيب قلت له كل شيء اسمي ماشي ولا ولا انا شيء روحي. الله يطول بعمرك وعمركم يا رب، يطول عمركم. بمين تاثرت انت وصغير يعني حتى رحت لهذا العالم؟ بمين من الفنانين الكبار يلي كانوا بالحقبات السابقه؟ ليك في لوري وهاردي. اول شيء تاثرت فيه لوري الوهاردي. اوكي. تاثرت فيه كثير، هذا اول شيء. نعم. يعني عوده فنانين العظماء. الثنائيات العظيمه. صح. ثنائيات عفويين. طيب. عفويين. طيب نحن عم نشوف صورة باليونايتد نيشن دكتور صلاح. كأنه صبح. كنت متطوع؟ انا على طول متطوع في سبيل لبنان، في سبيل الانسان. بس وقتها شو قدمت؟ والله ما بعرف سمان. يعني صراحه لا، ما عندي كهرباء. ذاكرة عم تخونك. بس خلينا نقول الصوره اللي شفناها عم تلعبوا فوتبول، هيدي الصوره موجود فيها انت واسعد وقت عملتوا فريق لكره القدم، وقتها غلبتوا اقوى فريق. صحيح. هيدي غير منتظره. الفريق الثاني كان مشهور. أيه. مشهور بقى، استهتروا فينا انه هدول فنانين. كانت النتيجه انه كنا الاقوى. طيب هيدي حاسه يعني.
طيب استاذ صلاح، مين الاقرب لك من فرقه ابو سليم؟ الاقرب لي ايه؟ اول شيء ابو سليم، نعم، اسعد، فهمان، الله يرحمه، الزغلول. هي كل الفرقه قريبه لي كلهم. نعم، عم نشوف الفرقه هلا عند الجنرال. اقرب شيء كان لي فهمان، يعني الله يرحمه، الله يطول عمره. نعم. طيب كنتوا تتفقوا على المشاهد وعلى الضرب يلي كان يصير، كنتوا تتفقوا عليهم او يطلعوا عفويين؟ لا والله، هناك في علق شغله باحدى الحلقات، جيت انا على الاستديو، اجى فهمان، انا كنت كون بالاستديو 6:30، اجى مطرب له 6:30، اجى فهمان عم اقرا النص، انا ما بقرا النص نحن. قلت له لك فهمان شو؟ قلت له لك هذه الحلقه من جمعتها صورناها هي ذاتها، اللي كيف؟ قلت له اقرا. نقلبنا النص كله، مين كان المخرج؟ الله يرحمه، سمير درويش. نعم. للجديد تلفزيون. نعم. اتفقت انا وياه نغير الموضوع كله اوله، ومشيت الحلقه ابو سليم ما انتبه لي ولا عرف فيها ابدا. قال لي سمير اوعى تحكوا اوعى تحكوا، ومشيت. اوعى تخبر حدا. بس لما كنتوا تضربوا بعضكم كانت تكون عفويه او متفق عليها؟ لا عفويه. عفويه؟ ما تكونوا اكلتوا شي كف قوي. الكوميديا مرة أسعد الله يرحمه، خذي أسعد ورحله إيه؟ عطني عرقت وجيت أرض. الكوميديا عفوية. نعم. يعني ما مين من كان يقدر يعمل كوميدي ولا حتى يعمل ممثل دراما، حتى دراما بده يكون عنده إحساس، عنده صح. ثقافة، عنده علم بس ناحية السيكولوجية، علم النفسي، ولا ما بيقدر يعطي. نعم. يعني شكرا لهالاطلاله الحلوه. بدنا نتمنى لك الصحه وطوله العمر استاذ صلاح. وشكرا لكم، والى لقاء قريب ان شاء الله. ان شاء الله. وانا جاهز ان شاء الله. شكرا لك. سهلا فيك. بتشرف جميع المشاهدين للاو تي بي، وشكرا، والله يطول عمركم. والله يطول عمرك كمان صلاح صبح المعروف بشكري. شكرا للممثل الكبير الكوميدي من لبنان.